احنا بدأنا صح من الأول زي ما الدول، كل الدول اللي في العالم والمنظومة اللي في العالم بدأت صح. كنا بدأنا بالدستور أولا ثم انتخابات بعدين ثم رئيس جمهورية. ده اللي حصل في زي تونس زي ليبيا. انما احنا حضرتك كده، احنا كده عايشين عبارة عن لبن تمر هندي على رأي، سمك تمر هندي على رأي. شفت حد من المرشحين او حد من الناس البارزين هنا في التحرير ودخل معاك؟ لا لا، انا حضرتك هنا هنا دول بيدوروا على مناصب. حضرتك دول ما بيدوروش على البلد، دول بيدوروا على المنصب اولا. يعني كل يعني يطلع واحد مرشح، واحد اخواني مستشار حزب ويقول لك انا مستعد اتعاون مع اي قوه لطرد الناس اللي في الصور اللي في التحرير، هو ده. طب ما احنا كده رجعنا لموقعه الجمل مره ثانيه. حضرتك يعني احنا كده هم يودونا لفين يعني؟ احنا حضرتك دلوقتي احنا عايزين عيش كرامه انسانيه، عيش حريه كرامه انسانيه، ده اللي نادت بيه الثوره. هل في حاجه من ده كله اتحققت؟ 9 شهور المجلس العسكري والمجلس الرئاسي المنتخب، حضرتك ما عملوش حاجه. يعني لو المفروض ان الصبح الانتخابات انت هتعمل ايه؟ حضرتك انا مضطر ادي صوتي عشان انجح، عشان يحصل فيه يعني توازن. يعني انا مش هقدر امتنع عن الانتخابات. بس حضرتك لازم تديها لمين؟ لحضرتك للناس اللي هي طالب بحقوق الناس الغلابه دي اللي هم قطع الانتخابات وهدفع 500 جنيه. علشان؟ عشان الانتخابات هتبقى غير نزيهة. شايف ان هي هتبقى غير نزيهة فضلا عن ايه؟ ولا علشان الموقف اللي الموجود دلوقتي في الميدان؟ لا مش عشان الموقف. هم بيتهيألي الحاجات دي يعني معمولة عشان يقول لك ان احنا اللي بنعطل الانتخابات الكلام ده، واحنا مش عايزين انتخابات. بس احنا عايزين انتخابات تبقى انتخابات نزيهة، وزي ما انت شايفة هم مش عايزينها انتخابات نزيهة. حضرتك اسمك ايه؟ احمد بركات. حضرتك اسمك ايه؟ عمرو. انت موجود هنا من امتى؟ من 25. حتى الان ما امتنعتش؟ كنت بتدخل جوه عند الباب؟ كنت بتدخل جوه عند الغاز النهارده؟ يعني في العيد؟ لا، انا من المصابين وثلاث عمليات في عيني اليمين واكتر من يعني من 15 بليه كان في جسمي، في منهم لسه لغايه دلوقتي، لسه في بليه في عيني كمان اليمين، لسه عمليه مفضله ثانيه لسه العمليه. شايف لو الانتخابات حصلت في ميعادها هتدي صوتك لمين؟ هي مبدئيا الانتخابات مش هتحصل في ميعادها لان احنا مش هنضحك على بعض. لما نبقى موجودين في ميدان التحرير اللي هو يعني سره العاصمه وفي ريحه غاز، في شباب محترم كتير بيتضرب عليهم قنابل، بيتضرب عليهم ذخيره، وفي الهمجيه اللي احنا فيها دي، فين هيبقى مين مجلس الشعب ومين هي الحكومه ومين هو الجيش ومين هو الشرطه فينا؟ في حاله تسيب. فاللي في حاله تسيب ملوش اي قرار في اي شيء. المفروض يبقى في حاله انضباط للبلد. مصر ضيعه كده، ضيعه. لازم كلنا نتكاتف ان احنا يبقى في ضبط النفس عشان نشتغل، عشان يبقى في مجلس الشعب من كل الجهات. يبقى في ناس مسلمين صادقين، يبقى في ناس مسيحيين صادقين، يبقى في اهل مصر ناس محترمين رجاله. دلوقتي رؤيا ما وضحتش لبعض المرشحين عندنا بالنسبه لبعض الدوائر واكثريه الناس، يعني ناس كتير قوي داخله.